ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الاخير لاصحاب برج الثور لشهر اغسطس لعام 2020. الاسبوع الاخير ده عندنا هيكون فيه شيء جيد كتير قوي، بس شوية هيكون في نصايح. يعني برج الثور هيكون عندك في تميزات، في قوة، في خروج من مشاكل مهنية او مشاكل حد دخلك فيها غصب عنك، او حد كان باصص لك لمالك لحياتك بدأ ان هم يقولوا ويعيدوا عليك، كان في تشويه للسمعة. هيكون عندك خروج من المأزق ده بنسبة كبيرة تكاد تكون 70%. يعني في نسبة تانية لسه احنا في اشخاص بيسوال سمعتنا او في كلام او حد بيوقعنا، ده مازال موجود بس النسبة قلت. ومعنى ان النسبة تقل يعني انت بتقوى، يعني انت تقدر تاخد حقك اساسا من اللي ظلمك، من اللي قال عليك كلام مش حلو. بس المشكلة في حاجة كل بقى اصحاب برج الثور يركزوا ان هيكون عندك، انت خرجت من كل ده هتخرج المفروض انه يقويك انك تكون عندك قوة اكتر، لا هيكون عندك هجوم. الهجوم ده هيخليك ان انت ممكن تهاجم حتى اقرب الناس ليك، يعني الناس المقربين ليك انت ممكن تهاجمهم بطريقة ان انت بتنتقدهم، ان انت مش قابل اسلوبهم، ان انت في عنف معاهم شوية، خاصة الوضع العاطفي. يعني نخلي بالنا كتير على علاقاتنا العاطفية ونبتعد عن المقارنات، لان ده كمان هيحطك في حتة مأزق المقارنة، ان انت حاسس ان انت نفسيا متلخبط، يعني انت نفسيا مش مظبوط، فبالتالي ده بيخليك ان انت شعورك كمان ما يكونش مظبوط، فبالتالي انت بيتحصل او اللي بيحصل ان انت بتتخانق مع الاخرين، ان انت بتتلخبط، ان انت بتبقى مش عارف عارف تعمل ايه ولا ايه، الدنيا عندك متلخبطه اجتماعيا عاطفيا شويه. ده امتى؟ ده اول الاسبوع. مطلع الاسبوع معانا من اول يوم 23. طيب اخر 3 ايام في الاسبوع لا، الوضع بيهدى تماما وبيختلف تماما، يعني هيكون احسن وافضل. ليه؟ لانك هتبقى مش عاجبك حالك، هتبدا ان انت تقول لا، هو انا مالي عامل كده ليه، هو انا ايه ماشي هزعق في خلق الله، هو انا هبقى مكروه، انا اللي كده ممكن يتقارن بيا حد تاني، فتبدا ان انت تلم المواضيع. وانا بشوف ده انه يكون شيء جيد، بس انا بقول لكم النقطه دي يعني نخلي بالنا من اول 3 ايام في الاسبوع لانه هيكونوا شوية متلخبطين. عامة هيكون عندنا برضو شيء مهم جدا جدا يا برج الثور في الوضع المهني. الوضع المهني عندك بداية خطوات جديدة، يمكن عندك منتج بتطلع بيه، يمكن عندك اسم لشركتك، عندك شيء مهم انت بتعلن عنه. لو انت شغال في حاجات ليها علاقة بالميديا، ليها علاقة بمشروع خاص، عايزين نعمل منتج معين، كل الحاجات دي هيكون عندك قوة وعندك تميز. بس في نفس الوقت خلي بالك كتير ما تأمنش لحد ان هو تسلمه مفاتيح حياتك، ما تسلمش حد ورقة من اوراقك، اختمك معاك، اوراقك ايا كان، لازم كل حاجة انت خايف عليها لازم تبقى معاك، ما تأمنش لحد انه ياخدها. حاجة تانية مهمة كتير قوي ان يكون عندك في الوضع المهني برضو حاقدين، لان الاضواء متسلطة عليكم جدا. في شخص ممكن يكون دخل جديد في حياتك يا برج الثور، سواء من الاصدقاء، سواء في مجال العمل، او ممكن يكون عائليا شوية. هيكون الشخص ده بيتعامل معاك بمثابة اللي هو كأنك اتجوزت ابوه، يعني فاللي هو صعوبة، يعني هيكون عندك في مستغرب ليه الشخص ده بيتعامل معاك كده، يا ابني وانا قتلت ابوك ولا قتلت مامتك، في ايه يعني؟ فده هيكون موجود جدا، فنخلي بالنا قوي في تعاملنا مع شخص مزيف، لان هو بيظهر وش اللي هو انت حبيبي وانت ده، يا انت مفيش منك اتنين يا جدع، فخلي بالك جدا لان الشخص ده مش لطيف، وانتوا عارفين على فكرة الشخص ده او بتشكوا فيه، يعني الشخص ده انتوا شاكين فيه كتير او شاكين في الطريقة بتاعته، حاسين ان الطريقة دي طريقة مش طبيعية. عامة الوضع المهني عندك فيه عروض قوية، عندك فيه تميز، عندك لو في مشكلة مهنية، كنت اتعرضت لمساءلة قانونية، كنت اتعرضت لمشكلة، كنت مقدم في حاجة وخرجت منها، هيكون عندك تعويض بفرصة تانية، او تعويض في نفس الشيء، ان هيجيلك يقولك طب انا هديلك فرصة تانية، فاهمين اقصد ايه؟ يعني فرصة جديدة، يا الشيء نفسه ده هيديلك فرصة جديدة. عامة يا برج الثور ده من ناحية المهنية. طب من ناحية الوضع المادي، من ناحية الوضع المادي اقول حاجة مهمة، ما نجازفش بفلوس، يعني نبتعد عن المشتريات خلال الفترة دي، ما تقعدش تشتري حاجات كتيرة لان المشتريات هتندم عليها. يعني خلينا لو مضطرين نشتري حاجة خلينا نشتريها على اخر الاسبوع، على اخر الشهر، لان احنا زي ما قلنا ان احنا اول الشهر مطلعه من اول يوم 23 احنا مش في المود، مش مظبوطين. عامة يا برج الثور
الوضع المهني جاي لك فلوس ولا لا، هو جاي لك عوض. عوض يعني مشكلة قانونية هتتحل فيترد ليك حقك، كان محطوط حجز على أموالك، لا هتبدأ تتفك، هيكون عندك شيء أنت ما كنتش عارف تبيعه هيبدأ يتباع. فاهمين القصد إيه من الوضع المادي؟ يعني شيء كان مقفول، لا كان ممنوع، كان ما بتتباعش، حاجة كانت واقفة، لا هيكون فيها حركة، فالحركة هتجيب لك بركة فلوس. عامة يا برج السور، الوضع العاطفي، الوضع العاطفي عندك هيكون فيه إيجابية في العلاقات العاطفية بالنسبة للناس اللي لسه في بداية العلاقات. في بداية العلاقات عندك حلو والوضع حلو وتميز وكل حاجة، مع ان ممكن يكون اهل الشريك رافضينك، ممكن يكون اهلك انت رافضين الشريك او عليهم تعقبات شوية، ولكن الوضع هيتحسن يعني خلال الاسبوع ده هيتحسن، ويقولوا لك مش انت عايز وانت اللي مختار، طب خلاص يلا انت مع نفسك، فهيكون ده يعني هيسلموا لك المفتاح ليك انت، انت اللي حر في قرارك واختياراتك. بالنسبه للناس المرتبطين اساسا هو هيكون الوضع جيد، بس المشكله في حاجه، ان هيكون عندك في مقارنات، حد بيقارن حد بيك، حد بيقارن اسرته باسرتك، الكلام ده، فخلي بالك انك ما تركزش مع حد، ركز مع نفسك انت وبس، ما تحاولش ان انت تروح ورا غرور حد او ان انت تشوفه مغرور فانت تكون عايز تتغار، احذر كتير من ان انت تكون عندك حاجات عايز تعملها فتروح تقول احذر احذر احذر، قول بعد ما الحاجه تحصل، انما قبل دي هتلاقي الدنيا كلها بتوفلك فيها، فلا بعد ما الحاجه تحصل ابدا ان انت تقول براحتك. عندك في فك مشكله عاطفيه هتتفك تبقى حاجه كويسه، عندك فك سحر ممكن يكون في الوضع العاطفي شويه كان مقفل لك الدنيا، كان قافل الابواب عليكم جدا، لا هيبدا يفك، الدنيا تبدا تتحسن معاك في الوضع العاطفي. المشكله بس ان هيكون عندك اشخاص بتقارن نفسها بيك، بتنتقدك، بتنتقد الوضع العاطفي، بيخليكوا ان انتوا تصوروا عليهم، ان انتوا يعني يقومك على الشريك بمعنى اصح، فاحذر كتير كتير النقطه دي. برج الثور، عندك شيء مشترك ما بينك وما بين الشريك، اعتقد انه ممكن يكون بيبي جديد، هيكون عندك بيبي جديد يا برج الثور خلال، او هتسمع ان يكون عندك بيبي جديد خلال الاسبوع ده. وعندنا كمان فيها هيكون عندك حاجه بتبقى جديده، يعني ممكن يكون في ولاده اساسا، يعني في ولاده، في شخص، في بيبي جديد هيجي بقى الدنيا، مش اللي هو نسمع عنه انه هيكون لسه في بدايه الحمل، لا ممكن يجي الدنيا. فطبعا اي حد هيكون يعني عنده الموضوع ده هيبقى الف مبروك ليه. عامه يا برج الثور، ده من خلال الناس المرتبطين. طب الناس المنفصلين، عندك نسبة رجوع يعني تكاد تكون وسط او 50% في خلال الاسبوع ده. برج الثور اللي انا عايز اقوله بقى، نخلي بالنا من المشتريات، ما نبعد عن المشتريات خلال اول 3 ايام في الاسبوع ده، نخلي بالنا كتير ان احنا ممكن لو هنشتري اشياء الكترونية نخلي بالنا، لان ممكن تكون نتعرض لعملية نصب، ليه؟ ان الشيء ده بايظ اساسا، انه نخلي بالنا جدا جدا. نخلي بالنا كمان من قص الشعر في خلال الاسبوع ده، لانه هيكون احنا نفسيا مش حلو، يعني هو من خلال الحاجات النفسيه شويه ليها علاقه بقص الشعر، ان انت لو نفسيا مش متظبط او نفسيا في حاجه ما تقص الشعر، لانه بيبوظ ما بيطلعش بشكله اللطيف او الايجابي. اما بقى لو عايزين نقص، قص في اول 9 هيكون حلو قوي. عامه يا برج الثور، انا بتمنى لكم الحب والسعاده وكل شيء حلو، انتوا بالفعل تستاهلوا كل خير، برج طيب جدا جدا، انا بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.